पची बाट लेते नफल कलाम मजबूत ايوه مضبوط كلام ما في انا كده انا ما في خربان كلام انت معلوم يا شيخ صح انا شويه شويه هندي معلوم اه دغلا انا تا دغلان کوئی جاي معلوم لا اب اگر مل جان بھوسڑی کے گاؤں میں تو نٹیا دبا کے نوا دو جس کلام انا کلام میاں میاں انت والله انت الحمد لله شيخ الحمد لله اه قسم بالله قسم بالله انت في كويس ايوه صح صح هذا نفر كويس ايوه هذا كلام مضبوط ايوه انت في موجود ايوه صح صح ان شاء الله دحين هو سهل خلاص بعد ذات الزياده لا 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 اليوم انا كلام ذات الزياده ايدي ايدي يا عمي پانچ سال سے بول رہا ہے رتیب دادا ايش كلام پانچ سال سے بول رہا ہے رتیب دادا ابھی تک دادا نہیں ہوا اگر 10 دن کے اندر دادا نہیں ہوا ہم کو ہوا کلام انا خمسہ سنا انا سگل ما فی راتی زیادہ اسرا لیم بادن مائی جی راتی زیادہ تو رو ہے جا جائیں کھرو چھو و نہا تائی 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 ما بلش اگر بچے تے تائی کیا دے نہ کیا دے لے ما دے لے وہ ایسا دے 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 انا فطور ما في والله سبا انا يجي شو خالين كون سا سايت انا ما في فطور فطور دي دي دقيقه دقيقه هو انت اسم تصور تصور لا لا بنام انا بيا انا كيس پیسہ دي اچو دا خالي ما بس ما ارے هذا تو انت راتب زياده لازم لگا طيب طيب شكرا شكرا حبيبي ان شاء الله هو دحين سهل خلاص راتب زياده والله راتب زياده انت دحين ابقى ايدي 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 ما في مشكله ما في مشكله شيل انت النص النص ابن كاو بڑی جھاٹ پڑے گا اس کا کلام ہاں 50 دیا سر جان لكن يقلل السلام عليكم وعليكم السلام